أقوال أهل العلم في مسألة إشارة المأمومين في خطبة الجمعة. يعني إيه إشارة المأمومين في خطبة الجمعة؟ يعني فهمنا إشارة المأمومين في خطبة الجمعة يعني الحمد لله على السلامة شربيني كده مثلا، ولا السلام عليكم يا علي كده، ولا إيه يعني مش عارف إيه التسمية إشارة المأمومين في خطبة الجمعة؟ يعني احتاج المأموم أن يفعل شيئا بإشارة. نعم الإشارة قمة رد العيال يعني تمشي المأموم نفسه. نعم يجوز. نعم ولا لا يجوز؟ دلل. يجوز للحاجة دم يعني لا يشير، يشير للحاجة يعني ويشير لغير حاجة كده مثلا. نعم ينفع. نعم دلل. ليس هناك دليل على المنع. هذا هو ليس. نعم. هناك دليل على منع الإشارة، إنما المنع منع إيه؟ أنصت. نعم نعم. طيب خلاص. طيب في دليل تاني، كلام تاني ماشي. استفيد بس من حيطك يا شيخنا، في اجماع يعني على الجواز ولا في اجماع؟ في اجماع ولكن على الجواز خولف ماشي. نعم. الاكثرون على الجواز. نعم جزاك الله خير غيره. طيب يا اخي زمان في اتش القصه، لان انا اقوم اطرد العيال ينفع؟ يعني اللي انا منين ضجه ويزمروا بيضغطوا على زر السياره عامله صفير وضوضاء، والناس متبلدين كل واحد خايف من اجل ان تبطل صلاته، هل يجوز ان واحد يقوم يتطوع ويسكتهم حتى يسلم للناس امرهم وتسلم لهم صلاتهم او لا؟ خلينا من الخطيب في الخطيب قليل الفقه. ها جزاك الله خيرا شيخنا، انا بحثي في الاشاره واستفيد من حضرتك في هذه المساله. فك عن الجواب بقوله تبحث إشارة، لكن أليست عندنا نصوص كقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه؟ أليس عندنا والله لا يحب الفساد؟ أليس عندنا يقوم لله قانتين إذا كنا نصلي، وهذا ينافي القنوت الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ عندنا نصوص أخرى كثيرة جدا تساعدنا على القول بالجواز، عمومات للاضطرار. تفضل ماذا عندك آخر استفيد من حضرتك.